لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي هلال دليمي. أهلا بكم سيدي. حياكم الله، أهلا وسهلا. كيف تقرؤون التصريحات الجديدة للناشطين والمتظاهرين في البصرة والذين يهددون بعودة التظاهرات بقوة في حال استمرار الملاحقات الأمنية لزملائهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولقناة الرافدين، وتحية لأهل البصرة، وتحية لشعب العراق الصابر تحت وطأة هذه الحكومة وهذا الظلم الذي طغى إلى الحد الذي يطلب المواطن فيه شربة الماء ولا يطلب فيه الحياة الحرة الكريمة التي كان يطمح لها. شعب البصرة ثار على الظلم الذي مورث ضده من خلال هذه التظاهرات التي كسرت حقيقة شوكة الحكومة وعرتها تماما أمام ادعائها بأنها أتت لتحقق لأهل العراق الرفاهية كما وعدوا كثيرا، لكن هذه الرفاهية أثرت على عدم قدرتهم على حتى توفير شرب مياه الشرب لأهل البصرة التي هي من أغنى محافظات العراق. نعم. لكن قضية متابعة المتظاهرين، أولا هذه قضية دستورية يجب أن يفهم القاصي والداني بأن الدستور الأعور الذي وضعه نوح ليدمان يضمن حرية التظاهر في الدستور العراقي، فعلى أي أساس يتم اعتقال المتظاهرين؟ الشيء الثاني، الاتهام الذي وجه ضد المعتقلين وهم حقيقة هناك مغيبون، لا أعدادهم تصل إلى 300، لا أحد يعرف عنهم شيء، سحبوا إلى بغداد ويتم التعامل معهم على هذا الأساس، وهناك 31 شخص كتبت عنهم الصحف البريطانية تم إخفاءهم واعتقالهم من المتظاهرين. هناك الأعداد التي لم يطلق سراحهم لحد الآن، واتهام هؤلاء الشباب والناشطين بأنهم يتعاملون مع دول أجنبية. طيب، ليست أنتم من أتيتم مع المحتل الأمريكي وتسبحون بحمد إيران ليلا ونهارا؟ أليس أنتم مزدوجو الجنسية لحد الآن تحكمون العراق؟ هذا الأسلوب باتهام المواطن الذي يخرج مطالبا بحقه الشرعي وحقه في الحياة بأنه يتعامل مع دولة أجنبية، هذا الشاب العمر 14 سنة كيف يتعامل مع دولة أجنبية؟ لكن قوة التظاهرات سوف تربك هذه الحكومة. هذا ما كنت سأسألك عنه، رغم مرور أكثر من 3 أشهر، نحن ندخل في الشهر الرابع لتظاهرات بالبصرة، لأن السياسة الأمنية نفسها في التعامل مع المتظاهرين والاتهامات ذاتها توجه للمواطن المتظاهر. كيف تقرأ هذه السياسة الأمنية، وهل من أمل في تغييرها على الأقل في نقطة الإفراج عن هؤلاء المتظاهرين؟ حقيقة إرهاب المواطن هي سياسة متبعة من قبل هذه السلطة الحاكمة في العراق، واستخدام الميليشيات الآن كقوة ضاربة لها وللأحزاب الحاكمة، هذا هو الأسلوب الذي تعاملت به هذه السلطة مع المتظاهرين في المحافظات الغربية وفي الموصل وفي كل مكان، ولكن لا تستطيع أن توجه لهم اتهام بحد ذاته كما فعلت في المناطق الغربية. أيضا قالت يتعاملون مع دول أجنبية في البداية، ومن ثم هيئت ما يسمى مسرحية داعش لكي تفتك بأهل هذه المناطق، وهو طريق ذاته ستتبعه مع أهل البصرة ومع أي محافظة عراقية أخرى تخرج ضد الظلم. وهذا الموضوع حقيقة أصبح واضحا وجليا حتى لأهل البصرة أنفسهم. القضية الآن لم تصبح قضية طائفية كما كانوا يرددون، ولكن أصبحت قضية وطنية واضحة، أن الشعب العراقي بأجمعه رافض لهذه الحكومة، رافض لأسلوبها، ولكن البطش والدعم الدولي لهذه العصابة هو الذي يمكنهم من البقاء على كراسيهم. وأنتم تشاهدون والعالم يشاهد كيف هذه الانتخابات المهزلة التي أضحت أضحوك لكل العالم، 80% من الشعب العراقي رفض هذه الانتخابات، وال 20% هو كلها اتت بالتزوير بشهادتهم انفسهم، فاي رفض اكثر من هذا يريدون؟ ولكن القضيه قضيه المشروع يستهدف المنطقه باكملها ويستهدف اهل العراق بالذات، لان الانتقام منهم لانهم قاوموا المحتل الامريكي ووضعوه في الزاويه التي يستحقها من الاحتقار ومن الخسائر التي تكبدها، وبالتالي المشروع الايراني الامريكي
سوف يموت في العراق، وإن كان عاجلا أم آجلا، ولكن الضحايا التي دفعها العراق كبيرة وكبيرة جدا. هل تتوقعون أن تتواصل سيد هلال، هل تتوقعون أن تتواصل هذه التضحيات، خاصة لما نسمع الشباب المتظاهر اليوم يقول بأنه سيعود بقوة في حال استمرار الانتهاكات المرتكبة ضد المتظاهرين، رغم الاعتقالات، رغم سلسلة الاغتيالات ضد الناشطين، لكن هؤلاء المتظاهرين مصرين على الاستمرار. الاستمرار بالتظاهر والاحتجاجات هو الحل الوحيد لخنق الحكومة وإجبارهم على التراجع عن هذه الخطط التي يريدون بها إرهاب المواطن، ولكن على الشعب العراقي أن يساند أهل البصرة وعلى أهل أهلنا في كل مكان أن يقفوا مع أهل البصرة، لأن هذه اليوم البصرة وغدا سوف تكون الناصرية وبعدها النجف وبعدها كربلاء وهكذا، هم يقضمون محافظات العراق محافظة محافظة، ويعتقدون أن عملية التخريب والإرهاب والقتل والاعتقالات سوف ترهب الشعب العراقي، ولكن الشعب العراقي يمتاز بالمقاولة والصبر، ولكنه إذا ثار لن يوقفه شيء، وأعتقد أن إزالة السبب والمسبب هو الحل الأمثل لأهل العراق، لأنه التضحيات سوف تستمر إذا بقى الشعب العراقي متهاون في طلب حقوقه ومساندة أخوانه الثائرين في كل مكان. أشكرك جزيل الشكر الكاتب والباحث السياسي هلال دليمي، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.